بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار، تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار، الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار، وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار، ووفقهم للدأب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغير الأحوال والأطوار. أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله أنماه، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. وبعد، حياكم الله أيها الأحبة الكرام على مائدة سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم ومع رياض الصالحين. وصلنا بفضل الله تبارك وتعالى إلى هذا الباب رقم 73 الذي هو بعنوان باب حسن الخلق. باب حسن الخلق، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن الخلق. قال الله تبارك وتعالى لحبيبه ومصطفى صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. حسن الخلق وبسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. قال علي رضي الله عنه: الخلق العظيم أداب القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، صلى الله عليه وسلم. كما قال الله تبارك وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أي إذا ثار بهم الغيظ كظموه وعفوا عمن أساء إليهم. قال الثوري رحمه الله: الإحسان أن تحسن إلى المسيء، الإحسان أن تحسن إلى المسيء. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أقسم عليهن: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. حديث متفق عليه. كان صلى الله عليه وسلم كان حسن الخلق يعني غريزة في النبي صلى الله عليه وسلم، جبله الله تبارك وتعالى عليها واكتسابا من القرآن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي، أدبني ربي فأحسن تأديبي، فاللهم أدبنا يا رب العالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما شممت سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه خادم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لما أفعله. قال يعني ألا فعلت كذا. هذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. قول أنس رضي الله عنه ألي من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد في حديث آخر أنه شعث الكف والقدمين، فقيل إن اللين بحسب أصل الخلقة والخشونة لعرض عمل. وفي الحديث كمال خلق صلى الله عليه وسلم وتسليمه للقدر. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم أو عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، يعني أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمار وحشي. قال: فرده علي النبي صلى الله عليه وسلم، رد عليه الحمار مرة تانية، فلما رأى ما في وجهه قال: إن لم نرده عليك إلا أن حرم. حديث متفق عليه. في هذا الحديث الحكم بالعلامة لقوله فلما رأى ما في وجهه، وفي جواز رد الهداية أو الهدية لعلة، والاعتذار عن ردها تطيبا لقلب الذي أهدى. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. البر هو الطاعة، والإثم هو المعصية، وحسن الخلق يعني حسن الخلق هذا يظهر على الإنسان الملتزم، الإنسان المهذب، الإنسان المتأدب بآداب القرآن الكريم.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. البذي هو الذي يتكلم بالفحش ورديء الكلام. في هذا الحديث فيه فضيلة حسن الخلق، لأنه يعني يورث لصاحبه محبة الله تبارك وتعالى، وفيه كذلك قبح الفحش والبذاء، لأنه يورث البغض من الله تبارك وتعالى وعباده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج، الفم والفرج. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. والتقوى تصلح ما بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه جل وعلا. وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. كلما كان العبد أحسن أخلاقا كان أكمل إيمانا. وقول صلى الله عليه وسلم: وخياركم خياركم لنسائهم، وذلك بالبشاشة وطلاقة الوجه وكف الأذى وبذل الندى والصبر على إيذائها. وفي رواية: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. في هذا الحديث في فضيلة حسن الخلق، وأنه يعني يبلغ صاحبه أعلى الدرجات وأعلى الدرجات والمقامات عند الله تبارك وتعالى. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء. المراء اللي هو الجدال والنقاش الذي لا يأتي بخير وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مزحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. يعني الحديث ده حديث عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم من تاني: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، اللي بيترك الجدال حتى وإن كان معه الحق، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مزح، حتى لو كان يعني مزاح وعلى سبيل الطرفة والكلام ده، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن أخلاقنا. في الحديث في استحباب ترك الجدال، وفي بعض الآثار: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العلم وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد بعبد شرا فتح له باب الجدل وأغلق عنه باب العلم. وفيه كذلك الحث على التخلق بحسن الخلق وترك الكذب. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. الثرثار يا جماعة، الثرثار معنى الثرثار يعني من يعلم، من يعرف؟ الثرثار هو كثير الكلام تكلفا، الناس اللي بتتكلم عمال على بطال. المتشدق هو المتطاول على الناس بكلام ويتكلم بملء فيه تفاصحا وتعظيما لكلامه. المتفيهق أصله من الفهق، وهو الامتلاء، هو الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه ويغرب به تكبرا وارتفاعا وإظهارا للفضيلة على غيره، يعني عايز يبين نفسه أنه أحسن من غيره، نعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك. قال الحافظ: حسن الخلق واختيار الفضائل وترك الرذائل، وقد جمع جماعة محاسن الأخلاق في قوله تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قد جمع
الله تبارك وتعالى محاسن الأخلاق في قوله جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وبذلك نكون انتهينا من هذا الباب، وباب حسن الخلق، ونسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يترجم هذا إلى عمل في حياتنا اليومية. أيها الأحبة الكرام، الكلام سهل، والأحاديث سهلة، والآيات سهلة، والتدبر سهل، والتفسير سهل، وكل شيء سهل، لكن يعني حقيقة العمل بهذه الكلمات النيرات من كلم النبي صلى الله عليه وسلم وبالآيات الكريمة، هذا لا يوفق إليه إلا من يحبه الله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعمل بما نعلم من كتابه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم كما حسنت خلقنا فأحسن خلقنا يا رب العالمين. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك مردا جميلا هذا، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا حسن استماعكم ومتابعتكم الطيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.